مساء الخير او صباح الخير يا برج الاسد، حسب الوقت اللي هتشوفني فيه ان شاء الله. ازاي احوالك يا برج الاسد؟ يا رب تكون دايما بخير وبسعاده دايما. احوالك ايه؟ انا شايفاك اهو دفول، يعني من غير اي حاجه انت سعيد ومنطلق كده وحياتك جميله. ممكن تكون مش في علاقه عاطفيه، ممكن تكون لوحدك هذه الفترة، ممكن تكون برضو خرج لسه خارج من علاقة أو بادئ علاقة. خلينا نشوف برضو اللي وراك. انت وراك الفور اوف بانتكلز والنايت اوف سورس. في حد متابعك وباصص عليك من بعيد، على فكرة برج الحمل وانت واقف على الصخرة كده وباصص للشمس والهواء والمية، في حد متابعك ممكن وباصص عليك، وده مش باصص عليك بس، ده متمسك بيك كمان. وممكن تكون انت مش عايز تخش معاه في علاقة، او انك عايز تبدأ مع علاقة، ده اللي هنشوفه دلوقتي. طب خلينا نشوف. طيب لو انت ممكن تكون في بداية جديدة، يعني ممكن. خلينا نشوف. طيب مشاعر الحبيب شايفك ازاي؟ مش بقولك باصص عليك اهو باصص عليك، وهو فعلا شايفك نجمة. برج الاسد بجد من الابراج اللي لما بعملها قراءة لازم يطلع فيها ستار. ليه؟ معرفش. هو طبعا انت ستار، بس انت معقول يعني اي حد يشوفك كده اللي هو واو، ده مش ده بني ادم معانا؟ طيب لو زعلان منك، زعلان ليه او متضايق مثلا؟ شايف العلاقة ازاي؟ ده بقى بص، ده معجب، معجب بيك. ما بقولك باصص عليك وانت بص واقف على الصخرة. انت شكلك كده بتبهر الناس الايام دي. بص احنا في الشتاء وواقف جنب النهر، ولا همك ولا همك، متكتكين هنا وانت ولا همك. ممكن تكون واحدة، وانت واحدة وجذابة قوي قوي قوي، وهذا الشخص معجب بيكي قوي. طيب نيته الداخلية وما يظهره، وهذا الشخص عامل ايه في حياته؟ طيب هو مبدئيا انت شكلك مش في علاقة، ممكن يكون ده اعجاب، ممكن حد اعجاب او شخص بيكلمك دلوقتي ولكن بيلمح لك من بعيد انه معجب بيك. القراءة دي تكون ممتعة لحد ما يعني. طيب مبدئيا هذا الشخص مشاعره ايه؟ الكوين اوف بانتكلز، ممكن نقول ان هو مسد لك ومشاعره ماسكها في ايده كده، عايز يسلمها لك، نفسه يديلك المشاعر دي. ممكن تكون بتتعامل مع حد برج ترابي، ممكن تكون برج حمل بتتعامل معايا، لان عندي هنا يعني بفتقد برج الحمل اصلا. دلو، وكمان ايه تاني، وميزان مثلا. برضو ده برج الحوت، زين جيتمان برج الحوت برضو. طيب كوين اوف بانتكلز، هذا الشخص بيحبك على فكرة، ولكن حب بطريقة غريبة شوية. هذا الشخص عايز يمتلكك، مش امتلاك وحش، ولكن بص عايز يمسكك زي ما هو ماسك الحاجة كده. بص كل حاجة يمسك، هو عايز يمسكك، لان انت مفيش حد بيمسكك، انت لوحدك كده طاير باصص بعيد ومش عايز حد يجي جنبك، او مهتم قوي باعمالك وبشكلك. محلو قوي انت يا برج الاسد الفترة دي، سواء راجل او ست، محلو يعني، عملت حلو علينا. فهذا الشخص عايز يمتلكك بأي صورة من الصور، سواء خطوبة، زواج، علاقة، لانه هو شايفك انت زي النجمة، ستار، شايفك زي النجمة بالظبط. وبص حتى هنا لوحدك برضو، يعني ذا ستار هنا شخص لوحده، وبرضو هنا شخص لوحده. فممكن تكون انت حاليا مهتم بانجازاتك قوي، ومش مهتم بيها بس، انت مهتم بيها ومحقق نجاحات، فهذا شخص مبهور بيك. فهو عايز يمتلكك او يخلي مشاعره مستقرة، يقولها لك مثلا، يقولك انا معجب بيك وعايز واحد اتنين تلاتة معاك عشان نبدأ علاقة مثلا. طيب هو زعلان منك؟ لو زعلان منك زعلان ليه؟ ممكن يكون زعلان منك لانك موقف العلاقة. انت يا برج الاسد مهتم بإنجازاتك المادية فقط، هو زعلان لأن مفيش تساوي في هذه العلاقة. الشخص ده معجب بيك أعتقد، وده بنسبة 90%، دي علاقة كراش، حد هو صرح لك بإعجابه أعتقد بالفعل، وقال لك أنا مش هسيبك مثلا،
خلاص بقى انا حبيتك ولقيتك وانت ما زلت في مثلا عايش لوحدك، خلاص عادي معجبين كتير يعني، ما جاتش على ده مثلا او ما جاتش على دي، فهو شايفك ان انت معلق الموضوع بص برضو لوحدك، برضو لوحدك يعني، انت برضو لوحدك هنا في الصورة، ومختار طريق تاني غير طريق الحب، مختار ان انت تسلك مثلا طريق النجاح، الفلوس، تخلص دراستك او تخلصي كليتك، تخلصي شغلك، تترقي في شغلك او تترقى انت او هي تترقى، والعلاقة بينكم مش متوازنة، مش عايز تدي وتاخد معاه، ممكن تكون مثلا ما بتردش عليه مثلا فترة فترة، لا بتعمل اوف اون في العلاقة، فهو زعلان منك بانك معلق الموضوع، لا انت عارف تقرب ولا بتبعد، مرة بتدي مرة ما تديش خالص، مرة تتكلم مرة ما تتكلمش خالص. ارحم هذا الشخص يا برج الأسد، ارحمه، ارحمه من جبروتك. هو برج الأسد بيحب يثبت نفسه على فكرة في العلاقات دي، مش حاجة وحشة، لكن هو بيحب لما يخش علاقة يحس كده ان اللي قدامه عايزه ويتهافت عليه. طيب هو شايف العلاقة ازاي؟ شايف ان العلاقة دي علاقة جميلة قوي، وهي ناقصها بس كوباية واحدة ونجيب المأذون والله، لأن بعد الورقة دي هي اتنين في كبس، اتنين متجوزين، فهو هذا الشخص أنت بالنسبة له الستار، الأمنية الغالية على قلبه، فهو لو العلاقة دي ابتدت فهو قد حقق الأمنية العاشرة بالنسبة لي. هو تقريبا هذا الشخص مستقر ماديا وأعماله كلها مستقرة، وعنده الشقة ودهنها وكل حاجة تمام، هو بس ناقص ان انت العروسة تاخد المفتاح وتخش الشقة بس، او العريس خلاص يجي بقى يقرا الفاتحة مع بابا وخلاص، فانت الامنية العاشرة او انت الامنية العاشرة. مش بقول لكم القراءات بتاعت الكراش دي بحبها قوي بصراحة، يعني تظهر لي قراءة كده في النص بحبها. طيب هو نيته الداخلية ايه؟ هو عايز يشتغل معاك في العلاقة، ومش عايز يبقى مثلا يعني ما يكونش فيه ياخد ويدي معاك، لا هو عايز يشتغل في العلاقة، وهو مستعد انه يبذل مجهود عشان يلفت انتباهك. بس انا قبل ما اشوف الورقة دي انا عايز اعرف انت ليه مش عايز ترتبط بيه، او مثلا مأجل الموضوع، هل انت اصلا معجب بيه او منجذب له؟ خلينا نشوف. هنقفشك يا برج الأسد، والله هنقفشك. هل أنت برج كبرج الأسد كده لطيف منجذب لهذا الشخص ولا لأ؟ والله أنا خايف أكون مش منجذب له، بس أنت شكلك كده انت منجذب له. انت منجذب له وهو عاجبك على فكرة. الشخص ده ترابي، او شخص بالفعل هو غني او شكله حلو وجذاب، ولكن انت عارف، انت لو انت حد بيتفرج على برج الاسد وبرج الاسد بيعمل معاك كده، برج الاسد معجب بيك جدا وعلى فكرة عايز يديك كوباية، بس برج الاسد بيعمل كده عشان يعني بيتدلع، انت ممكن تكون بتتدلع على هذا الشخص اللي هو خلاص بقى ما تبص كتفي يا عماد، لا. برج الاسد بيتدلع، انت يا برج الاسد بتتدلع على الشخص ده، هو عاجبك جدا وداخل دماغك قوي، داخل دماغك قوي هذا الشخص، لو انت راجل فالبنت دي داخله دماغك قوي، بس انت مش عايز تظهر له ده يمكن في الوقت الحالي، او عايز تبين له ان انا مش فاضي والله العلاقات خالص تماما، يعني العلاقات دي اخر حاجه عندي بقى، نتخطب امتى بقى؟ ممكن تكون بتحب ان انت في ناس بتحب تمط في العلاقات، يعني مثلا الاعجاب ما ياخدش الا شهرين، لا هو ياخد 3 4 5، بس هي علاقه جديده يعني، وهو معجب بيك وانت كمان معجب بيه، بس مش عارفه انت بتعمل معاه كده ليه. طيب هو هيظهر لك ايه؟ هو هيظهر لك 3 اوف وند، ده هيتخانق معاك، ده هيجيب ناس تتخانق معاك كمان، لا 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 الشخص مش سهل خالص. هو مش هيسيبك على فكرة لعلمك، يعني بص انت عامله خرم في دماغه يا برج الأسد، خرم، كبريائك عامل للراجل او للبنت دي خرم في دماغها، بص مش عارف ينام او مش عارفة تنام، مش عارف يسيطر عليك، عايز يمسكك من حتة مش عارف.
ناوي يعمل معاك ايه؟ هو ناوي يحط النقط على الحروف، يعني هيجي في مرة يقول لك هو انت عايز ايه؟ انت عايزني ولا مش عايزني؟ هو هيقف واقفة كده مع النفس ويجي يقول لك انت عايزني ولا مش عايزني؟ عايزني هبقى معاك، مش عايزني هنسحب، والله يا ابن الحلال انا راجل عندي شغلي، عندي اولوياتي وعندي علاقاتي وحاجاتي كلها، انا والله عجبت بيك ودخلت البيت من بابه او من شباكه، اوليفر يعني، حتى لو في الدور الارضي ممكن يكون الشباك عادي بنخش منه يعني، مش موضوعنا مش موضوعنا، لكن هذا الشخص هيقف يقول لك انت عايز ايه؟ عايزني اتقدم ولا عايزني امشي واسيب لك العلاقة خالص؟ هو ممكن تحدث مشادة ما بينكو، لكن هتبقى كويسة وهتنتج بثمرة حلوة، يعني الشخص ده زي ما يكون هيخرج اللي جواك، احذر منه بقى برج الاسد. يعني انت لو مخبي ان انت معجب بيه ممكن يخليك يوصلك لمرحلة ان انت تقوله انا معجب بيك، والله معجب بيك بس ما تمشيش، لان هو عايز يعرف حقيقة مشاعرك، عايز يفكك من الرابطة دي. انت هتقعد بقى رابط لي بقى في الليلة دي، مش هنخلص. فهيتخانق معاك بس خناقة وهمية، يعني مش خناقة حقيقية، هي خناقة القصد منها خير، ان هو يعرف انا موضوعي ايه في العلاقة، حياته ماشية ازاي. حياته ماشية بالميزان، ده الراجل ده او الشخصية دي سواء بنت او ولد، هذا الشخص ميزان، حياته بالميزان، علاقاته اشياءه كلها بالميزان، فهو كمان مختارك انت كمان بالميزان، يعني هو كمان يعني عينه وقعت عليك واختارك وعايزك، هتقبل يا برج الاسد ولا لا؟ تعال نشوف. طب نصيحة الطارو ليك، يمكن تكون خايف، بس انا حاساك بتتدلع، ما انتش واحد خايف يعني. شوف نصيحة الطارو لبرج الاسد. شكلك خايف بقى وانا ظلمتك ولا ايه؟ انت خايف على فكرة من هذه العلاقة، وماشي ببطء، وتكاد تكون مش ماشي اصلا، يعني تكاد تكون واقف على الحصان ومش ماشي. طب بص بقى يا برج الاسد، ان كنت خايف من هذا الشخص، فهذا الشخص حقيقي جدا، بيحبك بيحبك، يتمناك يتمناك، عايز ايه؟ عايز علاقة جدية معاك. فارجوك ما تظهرش اشياء عكس ما بداخلك، بمعنى، وانا هفضل اقولها، هفضل اقولها طول عمري، يا جماعه ان كنتوا خايفين قولوا انا خايف، قولوا انا خايف. ليه؟ ليه؟ عدم اظهار الحقيقه للطرف اللي معاك بيخليه يتوهم اشياء، يعني هو دلوقتي حاسس بانك متنك عليه، وان انت مناخيرك فوق ومش عايز ترتبط بيه، مع انك ممكن تكون شايفه هو كمان حد جميل جدا وعايز ترتبط بيه. خايف قوله والله انا بخاف من العلاقات، بص انا بخاف من النهايه، اثبت لي بقى ان النهايه تبقى حلوه، خليه بقى يجي بقى يشوف هيثبت ازاي. بس هذا الشخص جاد جدا ومستعد ان يبني معاك هذه العلاقه، فلو انت هتتنك عليه ارجوك توقف تماما عن هذه الحركات. طيب العزاب، من القادم في الطريق؟ في حد من الماضي يا برج الاسد وبيفكر فيك قوي، ممكن يكون برج العذراء وممكن يكون برج مائي. هو الحقيقة مش هقول قادم في الطريق، لأن هنا واقف، هو واقف خالص. بس لو انت كعازب انفصلت عن حد، فهذا الشخص ندمان عليك قوي قوي قوي، ندمان عليك قوي. هي جت كده بقى، ان هو مش جاي، هو مش هيجي، لكن هو قاعد لوحده كده وبيراجع ذكريات العلاقة وقت الانفصال، وليه حصل أصلا الانفصال ما بينكو، هل هو هيتقدم ولا لا؟ أعتقد لا في الفترة دي بالتحديد، لأن هو ندمان قوي 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 عليك، وماسك الكوباية بتاعته وعمال يقول يا ترى هيرجع، يقدر يرجع ولا لا. هو عايز يرجع، عايز يلف ظهره وبص يبص على الكوبايتين ويجيلك، بس هو مش هيقدر، هو تعبان نفسيا على فكرة. إن كان الشخص ده ليك، ممكن يكون الشخص ده ظهر لنا عشان يجيب لك رسالة، هنشوف رسالة الشخص ده ليك ايه، لأن هي كده هو عايز يقول لك حاجة. المنفصلين يا جماعة أو العزاب بس ليهم علاقة سابقة، يعني يا نهار أبيض ده تعبان أوي.
ده عايز يقولك انه زعلان فعلا، فراقك سبب له جرح في قلبه. لو في حد من برج العذراء او برج مائي، حوت، سرطان، عقرب، او اي برج مش مشكلة، من الماضي انت يعني سايبه بقالك فترة، عايز الشخص مجروح قوي وعايز يقولك انه تعبان من غيرك قوي قوي يعني، ونفسه يتقدم نحوك لكنه شاعر بان خلاص كل شيء بخ، كل شيء انتهى. شوف انت هتعمل ايه برج الاسد. طيب، لان الشخص ده تعبان قوي قوي يعني. ان الورقة دي كانت ازاي نميزه، فهو ممكن يكون برج عذراء او تحركاته بطيئة شوية في العلاقة يعني. شكرا ليك يا برج الاسد، اتمنى